ثواني، في موقع اسمه USBIM ريسيرفر، ده بتقدر تنظم فيه التاسكات بتاعتك. يعني هتيجي هنا في علامة زائد وتضيف توبك معين، تمام، وليكن مثلا موديل لينك ذا ستير، تمام. وهنا هتحدد التاريخ اللي التاسك لازم تخلص فيه، الديسكريبشن بتاعك، هل هو اكتف ولا سسبوندد، مؤجل ولا ستور، هنا الستيتس تو دو ولا ان بروجريس، البريوريتي بتاعتها وليكن مثلا هاي، واقول له اد، فيبقى ان هو يضيف هولي هنا. وهنا تبقى في فلاتر ممكن تقول انا عايز اشوف كل الستيتس او التو دو، او يعني تقدر تفلتر ايه الحاجات اللي انت عايز ان انت تشوفها. هنا البريوريتي، تمام، ممكن تقول لا ده انا عايز بريوريتي بتاع حاجات معينه. طيب هنا ممكن ان انت تشوفهم على شكل جريد او على شكل بورد، تمام. هنضيف برضو تاسك تانية، النيو تاسك الاكسباير بتاعتها اهوت، الستيتس بتاعتها تدو مثلا، وفي اي لحظة ممكن تغير تدو دي لانها مثلا ان بروجرس البروجرس بتاعتها، وتقول له اد، فيبدأ يضيف لي التاسكات هنا بالشكل دوت. وتقدر زي ما انت شايف تعملها من هنا لهنا، لما تخلص تحطها هنا في الكومبليت وهكذا. وكل توبيك او كل تاسك ممكن تعمل سيلكت عليها، فيبدأ يجيبها لي هنا بالتفصيل بتاعتها، الهيستوري بتاعتها. وممكن ان انا يكون معايا تيم، اضيف ناس للفريق معايا، فنبدا ان احنا نتكلم في التاسك ده، بدل ما احنا بنتكلم مع واتس اب والكلام مش معروف ده تبع ايه وده تبع ايه، يبقى كله محدد وكله في مكان واحد. فمثلا تقدر تيجي هنا وتقول له ايه، بليز شيك، وتدوس انتر، فيبقى في حوار خاص بالتاسكاية دي، تمام، بدل ما الكلام كله مثلا حاجات ايميل هنا وايميل هنا وايميل هنا، لا بقى خلاص منظمين الافكار مع بعض مع الفريق كله. ممكن تقول له مثلا ده هيبقى موجه لفلان، هنعمل له منشن مثلا معين، مجرد يبقى في ناس هنا فتعمل سيلكت على حد من الفريق بتاعك. وتقدر تعمل بند المسج معينه بحيث انها تبقى ظاهره، وممكن تتصل بيهم كلهم، ممكن تضيف صور لو انت حابب، تقدر تضيف ملفات فايلز، ممكن زي ما انت عايز بقى، ملفات توكاد، ملفات ريفيت، زي ما انت عايز، صور،